يلا بسم الله الرحمن الرحيم. التوبيك اللي هنبدأ فيه دلوقتي هايبر في. ايه هايبر في ده؟ لما كنا بنتكلم عن انواع البرسوناليزيشن قلنا في برامج كتير جدا بتقدم لي خدمه البرسوناليزيشن، اشهرهم الفي اي ويب، ودي اللي احنا شغالين عليها اساسا في الكورس، تمام. لكن مثلا مايكروسوفت عندها سوليوشن بيقوم لي برده خدمه البرسوناليزيشن اسمه هايبر في، بينزل فور فري مع الويندوز اساسا. فاكرين لما كنا قلنا ان انا عندي مستخدمين للويندوز اللي هما ستاندرد وكذا سنة، ايه الفرق ما بينهم؟ الرولز واحده. كان قبل كده ايام 2008 لا، كان دي فيها فيتشرز ودي فيها فيتشرز ثانيه. ان انا ابتداء من 2012 دي هي دي نفس الرولز اللي هتلاقيها هنا، هي نفس الرولز اللي هتلاقيها هنا. امال ايه الفرق؟ ان النسخه الستاندرد من حقي ان انا اقوم عليها مكانتين هايبر في، تمام؟ النسخه الداتا من حقي ان انا اقوم عليها unlimited number of هايبر في، تمام؟ بس في حاجه، كون ان انا اقوم دلوقتي هايبر في يعني انا عندي مكنه الفي او شغاله، تمام؟ وممكن جوه مكنه الفي او على نسخه الويندوز سيرفر 2016 ممكن ان انا اشغل عليها هايبر في. هو في ساعه شويه حاجات لازم اعملها الاول، هوريها لكم ان شاء الله. في شويه تركات كده الاول لازم اعملها، امر كده في الدوس، ولازم اجي على الفي او اسمح له ان هو يقوم فيرتشواليزيشن جواه، تمام؟ لكن دي حاجه فيري باد فور بيرفورمانس، حاجه وحشه جدا. تخيل ان انت بتقوم طبقه من الاوبريتنج سيستم فوقيها فيرتشواليزيشن فوقيها فيرتشواليزيشن، حاجه فيري باد فور بيرفورمانس. فعشان كده الويندوز ال8 والويندوز ال10 ممكن اصلا ان انا اقوم الهايبر في على الويندوز الكلاينت ذات نفسه، يعني ده ويندوز 10 اهو، واللي انا هشرحه دلوقتي هو على الويندوز 8.1، تمام؟ ممكن ان انا ادخل جوه كنترول بانيل وادخل جوه بروجرامز اند فيتشرز. وبعد كده اقول له هنا تيرن فيتشرز اون اور اوف، تمام؟ وتحط لي علامه الصح دي اللي احنا عملناها مع بعض قبل الفيديو. ليه؟ بعد ما بتحط علامه الصح دي هيطلب منك ريستارت للجهاز ككورس، فعشان كده احنا جهزناه ورستنا وبعد كده بنبدا نشرحه، تمام؟ ايه الهايبر في ده بقى؟ اول حاجه اللي هو الهايبر فايزر ذات نفسه، كلمه هايبر فايزر اللي هو اساسا البرنامج اللي بسطب فوقيه المكان، تمام؟ والمانجمنت، المانجمنت اللي هو ايه؟ الشاشه اللي انا عن طريقها هبدا ان انا امانج الهايبر في، تمام؟ قلنا تاني مجرد ما بسطبه اوكي هيطلب مني ريستارت. يبقى ممكن ان انت اساسا دلوقتي ده سؤال الريستارت، ممكن ان انت تسطبه على الويندوز سيرفر ذات نفسه، او انا دلوقتي بدل ما انزل جوه الفي ام وير ويندوز سيرفر وجوه الفي ام ويندوز سيرفر اسطب الهايبر في فيري باد برفورمانس، فالافضل ان انا اسطبه على الويندوز الكلاينت ذات نفسه. تقدر تسطبه كده تقدر تسطبه كده، تمام؟ افتحه ازاي بقى؟ من قائمه ستارت لو قلت له هنا هايبر ظهر اهو، ده المانجر بتاعي، تمام؟ ده شكل الكونسول اللي المفروض ان انا هكريت جواه المكان بتاعي، او ممكن ان انا افتح قائمه ران واقول له فيرت ام جي ام تي اللي هي اختصار مانجمنت، فيرت مانجمنت برضو الدنيا تقيله. علشان تاني ادخل على المانجر يا اما افتح قائمه ستارت واقول له الامر بتاعي يعني اللي هو ايه؟ هايبر في عشان يفتح لي المانجر زي ما عملناها، او ان انا افتح قائمه ران واقول له فيرت مانجمنت دوت ام اس تي مانجمنت ام جي ام تي، اوكي؟ ده نفس المانجر بتاعنا، تمام؟ اول حاجه دايما بتخطر في بالي ان انا بكريت فيرتشوال سويتش، بكريت ايه يا شباب؟ فيرتشوال سويتش. فاكرين اساسا في الفي او لما كان كريت لي اثنين فيرتشوال سويتش؟ هنا باي ديفولت لا، هنا باي ديفولت انا اللي بكريت الفيرتشوال سويتش. مين؟ باجي هنا على فيرتشوال سويتش مانجر، تمام؟ واقول له كريت لي فيرتشوال سويتش. اول لما اقول له كريت لي فيرتشوال سويتش قال لي انت عايزاه اكسترنال ولا انترنال ولا برايفت؟ ايه الفرق ما بينهم؟ لو انا اخترته برايفت المكن هيقدر يكونكت على بعض، المكن اللي جوه الفي ام اللي جوه الهايبر في هيقدر يكونكت على بعض، لكن مش هيقدر يكونكت على الاساس الحقيقي، وبالتالي مش هيقدر يكونكت على الاجهزه كلها اللي حواليا، تمام؟ لو انا اخترته انترنال، انترنال معناها ان المكن هيقدر يشوف بعضه وهيشوف جهازي الحقيقي، لكن مش هيقدر يكونكت على الاجهزه اللي حواليا، تمام؟ لو انا اخترته بابليك او سوري اكسترنال، اكسترنال ده من اسمه كل حاجه تشوف كل حاجه، بمعنى ان المكن يشوف بعضه ويشوف جهازي وبالمره كمان يشوف الاجهزه اللي حواليه،
تمام. وبعد كده المفروض ان انا اختار نوع الكارت بتاعي واسمي الفيرتشوال سويتش ده اي اس، وبعد كده اقول له اوكي. طب انا دلوقتي مشكري الفيرتشوال سويتش لسبب واحد وبعد كده هنكريته بعدين عشان اكد لكم دلوقتي فيتشر جديد نزل مع الهايبر في، الفيرجن الجديد اللي نازل مع ويندوز تربون 2016 واللي نازل مع ويندوز 10. في فيتشر جديد كده بقى من حق ان انا من جهازي انا الهوست، جهازي الحقيقي بنسميه هوست، المكنه اللي جوه بنسميها جيست، بقى من الهوست ممكن ان انا امانج الجيست رغم ان مفيش كونكتيفيتي عن طريق الفيرتشوال سويتش ما بينه. ده فيتشر جديد نازل مع ايه؟ مع الهايبر في جديد. تمام. اكريت مكنه ازاي بقى؟ من اسم الجهاز بتاعي ذات نفسه اقول له نيو ها فيرتشوال ماشين نيكست. طب اسم الماشين بتاعتك ايه؟ زي مثلا هسميها ويندوز 2016 مثلا. تمام 2016. طب بالنسبه للهارد بتاعك او سوري الملفات بتاعت المكنه الوهميه دي هتحطيها فين؟ باي ديفولت هو بيشاور تحت سي، تحت بروجرام داتا، تحت مايكروسوفت، تحت مش عارفه ويندوز، تحت هايبر بقى، تحت هايبر في. لو انت عايز تغير المسار ده تحط هنا علامه صح وحط ايه شفت المكان اللي انت عايزه. تمام. بيقول لي هنا في حاجه بقى، لو انت عايزه تاخدي تشيك بوينت لازم يبقى عندك مساحه فاضيه فري. بمعنى ايه؟ ايه رايكم ان المكنه دي ممكن اخد لها سناب شوت؟ سناب شوت يعني ايه؟ زي كوبي كده عشان تقدر الله لو عكيت الدنيا ارجع للسناب شوت القديمه. لو انا ناويه اخد سناب شوت من المكنه دي المفروض ابقى عامله حسابي ان الملفات هتتحط على فولدر في او على بارتيشن في مساحه فاضيه للايه؟ علشان قدام اكريت السناب شوت بتاعي. واضح الاوبشن اللي تحت الورد اللي تحت ده ايه؟ ماشي نيكست. بيقول لي انت دلوقتي عايزه تشتغلي على جنريشن 1 ولا جنريشن 2؟ يفرق في ايه؟ جنريشن 1 امتداد الهارد بتاعي مش الملف او الهارد هيبقى على هيئه ملف زي الفي اوفر بالظبط. تمام. كل حاجه بيبقى على هيئه ملف، الهارد ذات نفسه هيبقى على هيئه ملف، الامتداد بتاعه هيبقى دوت في اتش دي، الامتداد بتاعه هيبقى ايه؟ في اتش دي. لو انا اخترت جنريشن 2، لو اخترت جنريشن 2 الهارد بتاعي هيبقى امتداده دوت في اتش دي اكس. هيفرق ايه؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قال لك لو انا اخترت جنريشن 1 قلنا الامتداد هيبقى ايه؟ في اتش دي كبيري 2 تيرا. كبيري للملف بتاع الهارد ده قد ايه؟ 2 تيرا. تمام. لو انا اخترته جنريشن 2 اقدر اوصل لغايه 64 تيرا، واقدر كمان اعمل له اكستند المكنه وهي قايمه وهي شغاله، اقدر الملف ده اعمل له ايه؟ مساحه الهارد خلصت، اقدر اعمل له اكستند. جنريشن 1 ما اقدرش اعمل كده. تمام. وبيديني ورننج تحت كده بيقول لي خدي بالك وانس ان المكنه كده اتعملت خلاص ما يقدرش ان انت تحولي من جنريشن 1 لجنريشن 2 او العكس. يبقى من اولها حط في بالك حدد الجنريشن اللي انت عايز تشتغل بيه. يبقى تاني جنريشن 1 بيكريت لي امتداد الملف في اتش تي كبيري فيه 2 تيرا، ما اقدرش ان انا اعمل له اكستند. انما جنريشن 2 اقدر اعمل له اكستند، اقدر اوصل لغايه 64 تيرا لحجم الملف. واضحه؟ طبعا انا بفضل ان هو يكون جنريشن 2. نيكست. الميموري ابتداء من ويندوز سيرفر 2012 الفيتشر ده ظهر ان انا ممكن استخدم حاجه اسمها دايناميك ميموري. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هديها 1024 ميجا رام. تمام؟ واحط علامه الصح دي. لو انا حطيت علامه الصح دي كل ما المكنه تكون محتاجه ميموري هتسحب. بالظبط. يبقى ده المينيمم، ده المينيمم رام. بالظبط. كل ما المكنه تكون محتاجه رام هتسحب رام من جهازي انا الحالي. لو انا شلت علامه الصح دي يبقى من اولها من حقها 1 جيجا وخلاص انتهينا، احتاجت رام بعد كده لا خلاص مش من حقها. تمام؟ اوكي نيكست. طب بالنسبه للفيرتشوال سويتش انت عايزه تربطيه على انهي فيرتشوال سويتش؟ هو انا كريت فيرتشوال سويتش؟ لا، عشان كده هنا ظهر لي ايه؟ مفيش حاجه. وقلت لكم تاني الصح ان انا اكون كريت فيرتشوال سويتش عشان نقدر نتعامل بقى، امال انا عامله المكنه ده ليه؟ تمام. بس انا باكد تاني انا هعملها بس دلوقتي عشان اكد لكم ان انا من حقي اكونكت على المكنه دي اللي هي الجهاز ومنشها من جهاز الحقيقي من غير اساسا اي كونكتيفيتي ومن غير اي فانكشن. نيكست. طب بالنسبه للهارد بصوا اسمه ايه؟ الامتداد بتاعه في اتش دي اكس. عايزه تسميه اسم معين اوكي. باي ديفولت هيتحط فين؟ تحت يوزرز، تحت بابليك، تحت مش عارفه ايه المسار ده، عشان لو حبيت ان انت تغير المسار طبعا ريكومندد ان انت ما تسيبش المسار بالمنظر ده. لا قدر الله الهارد ده ممكن يبقى عليه داتا مهمه، لو المكنه وقعت الويندوز اللي جوه الجهاز وقع تقدر ساعتها تعمل مكنه جديده وتبراوز على الهارد ده. ازاي؟ بص الاختيار ده يوز اكزيستنج فيرتشوال هارد ديسك.
يبقى ساعتها تاني الهارد ده المسار اللي فوق ده لا قدر الله المكنه اللي هو الاساسيه اللي عليه يعني الويندوز بتاعها وقع، اعمل مكنه جديده وانت بتعملها ما تكريتش هارد جديد، تكريت ايه او تبراوز على مين؟ على اكزيستنج هارد عليه داتا عشان تقدر تاخد من عليه داتا. واضحه؟ تمام. ممكن اقول له هنا اتاش فيرتشوال هارد لينك. لا انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ هكري الهارد وان جديد. تمام. مساحته 127 جيجا رام. ماشي مفيش مشكله. طب انا عندي مساحه 127 جيجا ده فاضيه؟ لا، بس احنا عارفين ان المساحه هتبقى قد ايه؟ مساحه تنزيل الويندوز وكل ما اكتب داتا هيتعمله اكستند اكستند او اكستند لغايه ما يوصل ل 127 جيجا. طب بعد كده خلاص، بس انا اقدر طالما اخترت جنريشن 2 اقدر ان انا اعمل اكسباند للملف ده. واضحه؟ نيكست. طيب بيقول لي انستول الاوبريتنج سيستم دلوقتي ولا ليتر؟ لو انا عايزه دلوقتي اقول له ايه؟ اتشيك هنا وابراوز على الايس. تمام. بناء بقى على كذا مره الخطوه دي عاده بتعمل مشاكل. الافضل ان انت تكري المكنه وبعد كده من السيتنجز بتاعت المكنه براوز على الايس الافضل. تمام. فانا هنا ايه؟ هقول له انستول الاوبريتنج سيستم ليتر. نيكست. ده سامري عن الموضوع. فينش. كده بيكريت لي المكنه. تمام. دي المكنه بتاعتي اسمها اهو وحالتها اوف. لو انا عملت عليها كليك يمين كونكت هي كده انا كونكتد عليها بس لسه ما اشتغلتش. لو انا حبيت اشغلها بضغط على علامه ستارت اللي فوق دي طبعا هتشتغل بس هيقول لي ان مفيش اي اوبريتنج سيستم، ما انا لسه ما عملتش براوز على اي اي صح. لو انا عايز اشغلها من هنا كليك يمين واقول له ايه؟ ستارت، وبعد كده كليك يمين عليها تاني واقول له كونكت عشان يفتح لي الشاشه اللي ظهرت من شويه. طب انا دلوقتي الاول هضغط على سيتنجز، عايز الاول اخليها تشاور على مين؟ الايزو فايل. لو جيت هنا الاول كده تحت سكوزي، تمام، ده الهارد بتاعي اهو تحت سكوزي، انا عايزه اضيف هاردوير جديد. ايه هو؟ دي في دي. ما هو اثناء ما انا كنت بكريت المكنه انا ما كريتش دي في دي ولا قلت له براوز على ايزو، فعشان كده ما كريتليش اي دي في دي. فانا دلوقتي تاني بعمل ايه صلاح؟ بضيف هاردوير جديد اللي هو الدي في دي. تمام. واقول له ايد. بيقول لي دلوقتي انت عايزاه نوع سكوزي؟ اه ماشي خليه نوع سكوزي. ورقمه انا قدامي دلوقتي اول واحد مثلا نيوز. تمام. طيب بالنسبه للايمج بتاعتك نون ولا عايزه تبراوزي على ملف؟ هبراوز على النسخه بتاعتي تحت عبير تحت سورسز تحت ويندوز سيرفر 2016 ده ملف الايزو بتاعي. تمام. ابلاي. ناقصني خطوه واحده. انا برضو لو جيت شغلت المكنه دلوقتي هيقول لي ان مفيش اي اوبريتنج سيستم. ليه؟ عارفين لما بتدخلوا جوه البايس وتختاروا الفيرست بوت ديفايس والسكند بوت ديفايس؟ نفس الفكره بالظبط. لازم اجي الاول هنا على فيرموير. الفيرست بوت ديفايس هو كارت الشبكه، عشان كده لو قمت المكنه هيفضل يديني علامه كده يقعد يقول لي انا بدور على دي اتش سي دي سيرفر اخد منه اي بي ومش لاقي. ده سيرفر هنقوله ان شاء الله قدام ازاي ان انا اقدر ان انا اعمل انستليشن للويندوز بتاعي عن طريق النت. تمام. انا عايزه اخلي دلوقتي مين هو الفيرست بوت ديفايس بتاعي؟ الدي في دي. واللي بعديه الهارد. كده اقدر بقى اكمل شغلي. كليك يمين ممكن اقول له كونكت او اقول له ستارت. هي كده ستارتد. كليك يمين بعد كده واقول له ايه؟ كونكت عشان الشاشه دي تظهر قدامي. تمام. كده بينزل الفيندوز عادي اهو. لو انا هنا بالماوس دلوقتي عايزه اخليها تملى شاشه قدامي هاجي هنا اقول له فيو فول سكرين مود او تضغط على الت وكنترول وبريك، بس انا اللاب بتاعي ما فيهوش بريك. تمام. يبقى لو عايز تملى الشاشه تقول له ايه؟ الت وكنترول وبريك. نيكست. انستول. انا هنزل دلوقتي نسخه ويندوز. تمام. وهسيبها تكمل عادي جدا لسببين. اول حاجه عايز اعلمكم ازاي تتعاملوا اساسا مع الهايبر بي. ثانيا عايزين ناخد بعد الكود ده على طول ان شاء الله النانو سيرفر. تمام. النانو سيرفر ما ينفعش ان انا هختار هنا ايه؟ داتا سنتر مثلا ديسك توب اكسبيرينس. نيكست. واخدين بالكم طبعا الليست دي ما فيهاش نانو، النانو ليه حوار تاني مش من الشاشه دي خالص. نيكست. اكسبت اللايسنس واختار هنا كاستم زي مثلا هخليه حته واحده كله. تمام. تعالوا نقلب كده بقى شويه في السيرفس بتاعته بعد كده نوقف الفيديو وبعدين نعمل ايه؟ النانو سيرفر. لو انا هنا جيت على فايل سيتنجز حبيت مثلا ان انت تضيف هاردوير جديد تيجي هنا تقول له ايه؟ سكوزي
هارد وتقول له انت تمام وتضيف هارد جديد. حد وقع مني لغايه دلوقتي؟ لو انا اخترت الاوبشن ده اديله هنا اسم ايه؟ هارد فيرتشوال جديد. تمام واخدين بالكم ان الاوبشن ده دمت ليه بقى؟ قال لك ايه رايك ان انا ممكن استخدم هارد حقيقي بجد وحقيقي انقل من بينه الداتا احطها جوه المكنه. يعني يبقى عندي هارد، عندك مثلا صح هارد يو اس بي ولا حاجه تمام؟ عايز تدخل عليه او عايز تكونكت على الهارد ده عن طريق المكنه اللي جوه الهايبر في، بس لازم الهارد ده يكون اوف لاين ولازم المكنه اصلا تكون اوف لاين. لازم المكنه تكون ايه؟ اوف لاين. يعني ما تكونش انت دلوقتي مثلا داخل عليه يعني متوصل بالجهاز بالظبط. لا متوصل اكيد متوصل بس مش فاتحه بالظبط تمام. ولازم المكنه نفسها تكون اوف لاين. لازم المكنه نفسها تكون ايه؟ اوف لاين. ان شاء الله كمان حضرتين ثلاثه هنتعلم ازاي نقسم الهارد وهعلمكم ساعتها تعمل الحركه دي ازاي. ما تقلقش هنعملها بايدينا ان شاء الله تمام. طيب لو انت طبعا عندك هاردوير معين عايز ان انت تدلته تقول له ايه؟ ريموف. نتورك ادابتور، انا طبعا زي ما قلت لكم انا ما كريتش اي فيرتشوال سويتش تمام. حجم الميموري لو حبيت ان انت تزودها، هو قال لك هنا المينيمم كذا، الماكسيمم لان انا سمحت له بالدايناميك صح. الرام اللي هو مستهلكها دلوقتي اوكي. الفيرموير لو حبيت ان انت برضو تضيف اي هاردوير جديد تمام. كنسل ده، يخلص بقى ده وبعد كده ندخل نتعامل مع المكنة على طريق الهايبر في اوكي. معايا خلص اهو جاست، بس ان انا حطيت له باسورد. هنا لا مفيش الت كنترول وانسرت والكلام ده، بضغط على العلامه اللي فوق دي تمام. لا الت كنترول وديليت هيطلعك على السيستم بتاعك انت. طب ليه المنظمه معموله فين مشطه؟ يعني اعمل ديليت الت كنترول وديليت صح؟ لا ما ينفعش تضغط الت كنترول وديليت. الت كنترول وديليت دايما مخصصين للكيرنل الحقيقي، هيطلعني من المكنه بتاعتي هيطلعني على الدرايف بتاعي بالظبط تمام. ففي الفي ام وير كنا قلنا بستخدم الت وكنترول وانسرت بدلها. هنا بص كده الت وكنترول وانسرت انا بضغطها وما فيش حاجه تمام. امال هعمل ايه؟ هضغط من فوق على دي الت وكنترول وديليت تمام. طيب لغايه ما يقوم بقى، لو حبيت دلوقتي مثلا ان انا اخد كوبي من الداتا من على الجهاز بتاعي اشرف تمام. تفتكر ايه؟ سيبك منها سيبك منها. لو اخدت دلوقتي مثلا داتا من الجهاز بتاعي حاولت ان انا احطها كوبي بس على المكنه جوه هيفيل. تعالى اوريها لكم كده. نعم هو عمل باشورد دلوقتي من جوه، عشان انا دلوقتي اساسا اللي عملت له جنريت بس لا عملت له حاجه بص ويندوز نازل ويندوز تمام. هنقوم كده نفرقوا على شوية حاجات. ولا ياخد مثلا
واحده اللي هي الكوبي العاديه من على الاي جي اي، واجرب واحده اللي تعجبني مثلا من الدوس. لا خدنا كذا طريقه منهم طرق بنعملها. بص احنا دايما بناخد الحاجه بكذا طريقه، تمام؟ شوف انت بالنسبه لك الاسهل بالنسبه لك، تمام؟ اللي تحس ان انت فاميليار معاها اكتر وايدك ماشي معاها اكتر هي دي، تمام؟ بس بصفه عامه انا عن نفسي واحده بحب اقرا دي اس دي اس اي، انا بحب جدا الديسكريبتات اللي انا عملتها بالدي اس اي، انما السي اس بي دي اي والال دي اي دي اي دي مش عارفه ايه، دي طرق اساسا. يعني شفت الملف شكله عامل ازاي؟ طب نروح على الاختبار. اختبار الدوري؟ لا انت محطه فعلا، هي اسئله تحفظها وتفهم، تمام؟ فممكن يسالك في اي حاجه. لو دخلت على معلوماتك انت شخصيا لا لا لا، مايكروسوفت بالذات غير سيسكو. مايكروسوفت فعلا الدولي ممارس الدولي. انا نفسي حتى في اسئله ما ببقاش بص عارف يعني انت مش عارف هو يقصد ايه، انت لو تفهم هو عايز ايه هتحل. المشكله ان انت اصلا مش عارف طب انت عايز ايه، تمام؟ فمايكروسوفت فعلا اسئله غير، تمام؟ نعم بسيط بسيط. اغلب اسئله سيسكو بتبقى واضحه لو نذاكر هتعرف حاجه. في ناس بعتت لي كذا سؤال شاكين فيه. هو فعلا مش قايل 20 سؤال بره المنهج، بره المنهج خالص. لا مش مدرب والله العظيم، الموضوع بره المنهج. لما سالنا الباشمهندس قال لنا يعني ايه اللي هو ايه يعني بيجر رجلك، يعني في حاجات بيقول مثلا في طوبه كذا كذا بيجيب لك الفويس بتاعه عشان يجر رجلك، يعني مثلا ايه في حاجات مثلا في الفويس اوفر اي جي عشان يعني تلاقي الدنيا دي سهله فتروح لها انت. وهكذا وهكذا وهكذا. والله العظيم مش مشكله. بيقوم دلوقتي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا محمد وانتوا تعزوني، تمام؟ لغايه ما يخلص. يلا خلصت الحمد لله، النسخه كملت، تمام؟ كل اللي انا عملته بس كده وانتوا قاعدين تدردشوا مش عارفه اخدتوا بالكم ولا لا، رسبت بس السيرفر لسبب واحد عشان الاوبشن اللي فوق ده يطلع، تمام؟ ايه الاوبشن ده بقى؟ لو انا دلوقتي جيت اخد اي داتا من هنا كده كوبي واحطها جوه هنا بيست مفيش، تمام؟ لكن لو ضغطت على الاوبشن ده انهانسد قال لي اكونكت ماشي اوكي، وممكن اكبر او اصغر براحتي. كونكت الشاشه دي بتبدا تتظبط اكتر، تمام؟ بيلوج اوت بس وادخل تاني. في فيتشرز كتيره جدا بتتحسن ساعتها. ده لازم ارستر كده زي دي؟ لا انا اقصد اللي هو السيرفر اللي جوه هو اللي رسيته. يعني اقصد ان انا جيت هنا كده، جيت هنا كليك يمين على المكنه بتاعتي على الجست، كليك يمين هنا وقلت له ايه ريستور. يعني الجست بس الجست بس هو اللي رسيته، تمام؟ لو انا جيت دلوقتي اخد من هنا اي حاجه كده اني كونكت ده كوبي وجيت احطه هنا بيست بيتحط بقى هنا عادي جدا مفيش اي مشكله، تمام؟ طب بس انا هنا شويه خلاص، تمام؟ ولو تاخدوا بالكم فعلا زود لي ايه الريزوليوشن بتاع المكنه، تمام؟ عشان كده انا كنت بحدد بالبار اللي كان طالع معايا عايز احدد حجم المكنه دي ايه. لو انا كبرتها من هنا كده بتملى الشاشه، عايز تصغرها تاني من هنا دستور، تمام؟ عايز ترجعها تاني تقول له بيزك سيشن، يبقى في انهانسد سيشن وفي ايه؟ بيزك سيشن، تمام؟ طيب تعال نبص على شويه دول بقى كده بسرعه. لو انا ضغطت على هنا ترن اوف واللي جنبيها شت داون، ايه الفرق ما بينهم؟ شت داون كاني بالظبط جيت على قائمه ستارت بتاعت الجست وقلت له شت داون، يعني من الاخر ليجل شت داون، من الاخر ايه؟ ليجل شت داون، تمام؟ لكن لو انا ضغطت هنا ترن اوف كاني بالظبط شديت الفيشه. واضحه؟ تمام. الاثنين اللي بعدين في هنا سيف وجنبيها بوز. بوز يعني ايه؟ هيوقفها على حالتها كده، تمام؟ لكن سيف هيوقفها على حالتها ويعمل لها شت داون بحيث لو جيت اشغلها تاني تشتغل على نفس الاوبشنز اللي انا كنت موقفها عليه. سيف تاني انا كده ما وقفتهاش، ما عملتلهاش شت داون، تمام؟ لكن ده
بالظبط. تمام. طبعا ريسيت يعني ريستارت تشيك بوينت، كاني بالظبط جيت على المكنه دي من هنا كليك يمين وقلت له هنا تشيك بوينت، يعني من الاخر باخدها سكرين كده سكرين شوت برنت سكرين كده. تمام. افرض دلوقتي ان انا عايزه اوقف المكنه دي كده على حالتها، انا كريت لها ايه سكرين اهو. تمام. طيب المفروض تصل هنا دلوقتي لسه بيكريت ايه التشيك بوينت. جيت بعد كده المكنه دي بهدلتها شغل، ماشي يا عم. جيت بعد كده المكنه دي بهدلتها شغل، تمام. وقت ما احتاجها، وقت ما احتاج بقى لا ارجع تاني بالسكرين السناب شوت اللي انا اخدته. وبالمناسبه السناب شوت ابتداء من ويندوز سيرفر 2016 اتحسن جدا، عشان كده لو تاخدوا بالكم ظهر وانا بقول له كريت سناب شوت، يعني قال لي انت عايزاه نوع برودكشن ده الديفولت دلوقتي. ايه ده؟ لو جيت هنا فايل سوري سيتنجز، لو جيت هنا تحت اوتوماتيك تشيك بوينت اهي، تمام. لقيت في نوعين برودكشن تشيك بوينت وستاندرد تشيك بوينت. في عندي هنا برودكشن تشيك بوينت وفي ايه ستاندرد تشيك بوينت. ايام 2012 كان ده بس اللي شغال، حسنوا الاداء بتاعه جدا وعملوا منه نوع تاني اسمه برودكشن تشيك بوينت، وده اصلا من انيبلد باي ديفولت. يعني انا لو قريت سناب شوت هو الديفولت بتاعه بيبقى ايه برودكشن، تمام، لان القديم الستاندرد كان بيبقى ليه مشاكل كتير. ده من ضمن الاوبشنز اللي موجوده هنا. طيب كده اعتقد ان الاوبشنز الرئيسيه بتاعتي كلها خلاص اخدناها. طبعا قلنا التشيكه دي اللي هي الت وكنترول وديليت، اكشن ترن اوف شوت داون سيف نفس الكلام، تمام. لغايه دلوقتي في اي مشاكل؟ لو جيت انا دلوقتي بقى جوه الويندوز سيرفر اللي جوه ده اساس، تعالى بس هخليها بيزك لسبب واحد بس عشان بس تصغر شويه مش اكتر. طب المركبات مش اقدر اعمل لها تاني كده، تاني دي تضغط زي الباكينج وورك اه عادي جدا. تمام. تعالى نلوجن بس كده على المكنه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا حاولت دلوقتي ان انا اسطب جواها هايبر في هيدي ايرور، تمام. هو اسطب هايبر في ازاي؟ ماشي يا عم فيو، معلش كانت غلطه يا عم. فيو فول سكرين زي اي رول بضيفه من هنا واقول له اد رول. انا هوريكم الاوبشن ده ومش هشغله لان هيديني كده كده ايه ايرور. نيكست نيكست نيكست. انا عايزه اسطب ايه دلوقتي؟ هايبر في اهي. واضحه كده يا صلاح؟ يبقى انا ممكن اشغل الهايبر في من الويندوز سيرفر ذات نفسه او من الكلاينت اللي هو الويندوز 10 او الويندوز 8.1. لان الديفولت ما ينفعش ان انا اشغل فيرتشواليزيشن جوه فيرتشواليزيشن، تمام. وابتداء من ويندوز سيرفر انا بطلع بشوف حقيقيه اه هيشتغل عادي جدا. انا مشكلتي تاني دلوقتي في ايه؟ ها؟ ان انا شغال اصلا فيرتشوال، تمام؟ سواء على الفي ام وير هيدي ايرور، سواء على الهايبر في هيدي ايرور، لكن اقدر ان انا اعمل له انيبل بقى الفيكشر ده، وده بنسميه نستنج نستنج فيرتشواليزيشن. الهايبر في ابتداء من ويندوز سيرفر 2016 بقى بيسمح لي بالنستنج. نستنج يعني عش، يعني ايه؟ يعني يبقى عندي هايبر في جواه هايبر في. يعني من الاخر هيبقى عندي هنا كده ده الهوست اوبريتنج سيستم بتاعي، فوقيه الهايبر في، تاني ده الهوست اوبريتنج سيستم اللي هو في حالتي ويندوز 10، وفوقيه هايبر في، وفوق الهايبر في اوبريتنج سيستم اللي هو في حالتي ويندوز 2016 سيرفر، وفوق الويندوز سيرفر 2016 اقدر ساعتها ان انا اسطب هايبر في جديد، هايبر في جديد، وفوق الهايبر في حط بقى الاوبريتنج سيستمز تاني اللي انت عايزها. طبعا زي ما اتفقنا ده فيري باد فور بيرفورمانس. ايه هي بالمناسبه طالما جينا في الحته دي، ايه هي الاوبريتنج سيستمز اللي تقدر تشتغل؟ طبعا ميزه الفي ام وير انه بقدر ان انا اسطب اي اوبريتنج سيستم تتخيله، انما الهايبر في
ليميتد مقارنه بالهايبر في، بس كل يوم والتاني بيحسنوا فيه. دلوقتي اقدر اسطب عليه ريد هات، اقدر اسطب عليه اوبنتو، اقدر اسطب عليه سوسي اوبريتنج سيستم، يعني حتى في كذا ديستريشن من لينكس اقدر ان انا اسطبهم عليه، تمام. لكن تاني الديفولت لو جيت دلوقتي في الحاله بتاعتي اسطب الهايبر في ده هينفع؟ لا. طب انا عايز اعمل له انيبل، اعمل ايه بقى؟ هاجي على جهازي انا الحقيقي على الهوست ماشين واكتب له الامر ده ست، طبعا على ايه؟ الباور شيل مش على الدوس. هقول له ست في ام بروسيس، اسم المكنه بتاعتي في ام نيم، اللي بعديها ده ايه؟ اسم المكنه اللي هو ظاهر هنا ده، ده اسم المكنه مش الهوست نيم بتاع المكنه من جوه، مش اللي هو ده. كنسل ده كده خلاص، فيو فور سكرين. المكنه بتاعتي ليها اسم، ما اقصدش خالص الاسم ده، امال تاني اقصد مين؟ الاسم ده اللي انا كريته بيه. فتاني هاجي على جهازي انا الحقيقي اقول له ست في ام بروسيس ماينس اسم الفي ام ايه بتاعتي المكنه، تمام، ماينس expose virtualized extension true. ناخد كده كوبي من الامر ده واحطه على انهي تاني باور شيل؟ الهوست باور شيل. ويا ريت كليك يمين run as administrator، عرفت ليه دلوقتي عاطف run as administrator، واحط الامر بتاعي. طبعا هنا المكنه بتاعتي انا مسميها، اتاكد كده، وين 2016، تمام. يبقى انا كده بعمل انيبل للفيرتشواليزيشن، بخليه ترو انتر. شفت في حاجة أنا نسيت أعملها؟ طب يا عم أنا آسفة جدا، في حاجة أنا اتلخبطت فيها دلوقتي أنا نسيت أعملها. عشان أقدر أعمل الكلام ده مصت المكنة بتاعتي تكون أوف، مصت المكنة بتاعتي تكون إيه؟ أوف، اللي هي الجست. الجست أصلا ده كان حالته راني، عشان كده طول، ربنا يستر ما تكونش اتضربت، تمام. عشان تاني اقدر ان انا اعمل انيبل للنستنج فيرتشواليزيشن، نصت المكنه بتاعتي تكون اوف. هو بيشطب هنا اهو، تمام، كده حالتها اوف. اقدر تاني ان انا اشغل ايه؟ هايبر في ران از ادمنستريتور، هايبر في ايه؟ سوري، باور شيل ران از ادمنستريتور. وقلنا تاني المكنة بتاعتي اسمها ويندوز 2016، كده بينجز بسرعة، تمام. اوبشنال بقى، ممكن كمان تشغل الامر ده، هو مش ماست، هو اوبشنال. ده عبارة عن ايه؟ قالك مش احنا دلوقتي مفعلين الفيتشر بتاع الديناميك رام، تمام، وقلنا حتة ان انا اعمل النستنج فيري باد فور بيرفورمانس. ليه؟ لان دلوقتي طبقه الجست دلوقتي الاوبريتنج سيستم اللي هي 2016 اللي عندي، هقوم عليها فيرتشواليزيشن هتسحب رامات، تقوم تخلي الجهاز اللي هو الجست ده يسحب رامات من جهازي انا الحقيقي، صح؟ يعني في النهايه انا كده ممكن الاقي نفسي ان انا سحب مني الرامات كلها، وانا كهوست ما عنديش اي ريسورسز كده، تمام. فممكن ساعتها ان انا اعمل الامر ده. الامر ده بيعمل ايه؟ ديسيبل للدايناميك ميموري، بيعمل ديسيبل لمين؟ للدايناميك ميموري، تمام. يبقى لو انا ممكن اخد الامر ده تاني كده، انا كده بقول له الدايناميك ميموري فولس، واحطه هنا وبرده اعدل اسم المكنه، تمام. كده اقدر بقى اشغل المكنه بتاعتي واقوم عليها الفيرتشواليزيشن. نجرب كده، لو جيت على المكنه دي دلوقتي كده وقلت له ستارت، طيب لغايه ما تقوم. احنا اتعلمنا ازاي ان انا ممكن انستول اصلا الهايبر في على الويندوز سيرفر 2016 اللي هو مين؟
فتحت الرول وقلت له انك استاذ لغايه ما وصلت لمين للفيتشر او الرول اسمها هايبر في. طب تيجي بالمره بقى نتعلم ازاي ان انا استضافها عن طريق الملف عن طريق اوامر مين الباور شيل. هدخل جوه الجست ذات نفسه وماكن الويندوز سيرفر 2016 وادي له الامر ده انستول ويندوز فيتشر جوه الباور شيل جوه الجست. ما هو الهوست كده خلاص الهوست انا كتبت فيه الامرين اللي فوق دول ليه عشان اخليه بس احفز المكنه اللي جوه ان هي ايه تقبل ان يتسطب عليها فيرشواليزيشن الهايبر في. كده خلاص دورها انتهى. المكنه اللي جوه بقى عايزه تسطب الرول عايزه تسطب الفيتشر او الرول اللي انا عايزاه يا اما تسطبه بالطريقه اللي احنا شفناها يا اما تفتح اي رول وتجيب الرول اللي انت عايزها او تكتبها له عن طريق الامر ده امر باور شيل عادي تمام. يبقى انا كده بقول له ايه انستول فيتشر اللي هو مين الهايبر في ويا ريت بالمره انكلود المانجمنت يا ريت بالمره ايه انكلود المانجمنت لان لو سطبت الهايبرفايزر لوحده من غير الجي او اي بتاعه اللي انا عن طريقه بمانجه ايه لازمته هو ينفع ساعتها مانجه بس هتبقى العمليه كومبليكيتد انا بسهل على نفسي فبسطب كمان المانجمنت واضحه تمام. وبعد كده هيطلب ريستارت فاقول له ايه بس عادي كليك يمين ريستارت اول طريقه الامر اللي هي الباور شيل ريستارت كوكيز تمام اهو بالمره يعني نتعلم شويه اول باور شيل يعني ده اهي بس الشاشه دي كده شويه الطلبة بتوع الاكونت بتاعه ايام ايه سرق تمام لا لا ده كان زمان يعني ايام ما كان كلنا ندخل عليه وكده لا هو اتسرق ليه وكان زعلان مني اتسرق ليه حاطط البث بتاع اسد اكونت في الكل بس كان بيدور اهو خلاص كلنا لينا اكونتات عندها وايميلات والداتا بتاعتها لازم ده هي مهما ينزل في ايميلات مهمه عليهم سنين انت من قد ايه ده رقم 15 سنه بتاعي اهو لا حرام يعني انت وشركات كبيره بتستخدم فلوس كل يعني مش عايزه جيميل او جوجل يعني انا عايز اللي هي بس لا انا عامله الجيميل بتاعي من ايام ما كان بانفيتيشن كان زمان قوي قوي اول ما طلع الجيميل كان بالانفيتيشن مش من حق يعني عشان اقدر ان انا اعمل اكونت اساسا تعمل انفيتيشن واحد من صباك يعني انا عشان كده لسه في البدايه عايز المهم المهم قام اهو قام اهو هدخل هنا على الباور شيل تاني ده الباور شيل بتاع الجست انا هنزل كله اهو عشان ما تتوهوش مني ده الاوبريتنج سيستم اهو بتاعي وده الاوبريتنج سيستم ايه الجست تمام قلنا طبعا اول مره بتشغل فيها الباور شيل اصبر عليه شويه لغايه ما نحمل المودول تمام الامر اللي هنكتبه له انستول ويندوز فيتشر انستول طب ثواني بس يا عاطف كده كده في حاجات هنوقف ونطول فيها نبقى نرجع فيها ماشي اتخذ بيست ولا ايه بمناسبه الامر اللي طلع ده كان بس اخده كوبي وبيست هفتحه كده تاني تقدر ان انت تعمل نستنج جوه نستنج جوه نستنج طبعا مفيش حد عاقل هيعمل كده بس كامكانيه ينفع الستول دي اللي هي بقى اللي انت بتقول عليها اساسا يا صلاح التاب بيكمل في الباور شيل التاب بيكمل تمام انا عايزه ويندوز ثواني بس عايزه انا اسطب ايه انستول ويندوز فيتشر عايزه اسطب ايه بالظبط هايبر في وبرده ما انساش ان انا اقول له الاوبشن الثاني اللي هو ماينس انكلود بالظبط واكتبها له من هنا ماينس انكلود مانجمنت
تمام تاب بضغط تاب بس التاب ما ينفعش في حاجه زي دي صباح لان انت هنا اللي بتحدد ايه هي الفيتشر بنفسك التاب ينفع مع الامر والتاب ينفع مع الاوبشن الاوبشن اللي بيبقى دايما قدامه ماينس تمام هقول له هنا انتر كده هيسطب هيقعد في حدود دقيقه كده او دقيقتين يسطبها طبعا انا مش هعمل مكنه جواه انا بس هقوم الكونسول عشان اكد لكم فعلا انه اتسطب لو انا كنت عملت الحركه دي اساسا كتبت له الامر ده من غير ما اعمل الاوامر الرئيسيه اللي انا كتبتها على النص كان هيديني هنا علامه حمراء كده اساسا كلام احمر وما كانش هيرضى واضحه تمام ها بتقولي بقى كل شركات شغاله على الموبايل ولا كل شركات شغاله على البي اغلب الشركات شغاله على هو مش هيطول يعني حاضر خلص تمام خلص اهو بس هنا مديني ورنج بيقول لي ايه يو ماست ريستارت كمبيوتر تمام هقول له اوكي كده بيرست بعد ما يرست بقى هيقوم هنقوم بقى الايه الفيرتشوال مانجر ونقوم جواه مكنه بس انا مش هشغل المكنه بس هتاكد فعلا ان هي بتكرر مش قولي ده علشان اكريت نست فيرتشوال جول بالظبط وقلنا ده تاني فيتشر جديد ابتداء من ويندوز سيرفر 2016 اوكي نغير شباب خلص خلص محمود كمان هو خلص اهو تعالوا زي ما اتفقنا بس هقوم الفيرتشوال مانجر تعالوا نقول له حتى ها فيو فور سكرين تمام قلنا تاني بفتح الفيرتشوال مانجر منين يا اما من كاينت ستور او من تولز كل حاجه بس طبعا بتصرف في تولز او افتح كلمه رن واقول له بيرت مانجمنت بي ان اس سي صح خدوا بالكم كارت الشبكه لسه انا مش عامله له مانجمنت خالص لسه ما ربطتوش بحاجه زي طبعا هي الفكره ان انا كمان مدياله الديناميك ستاتيك ميموري دلوقتي جيجا لقيت هنا ايه هايبر في مانج يا اما تفتحها من هنا يا اما تضغط على قائمه ستارت هايبر انا مدياله جيجا فطبيعي 2016 اساسا مش حوار كده ودي المكنه نفسها جيجا فطبيعي ان هي هتبقى بسيطه جيجا دايناميك لا مش احنا عملت الايجول بعد كده للدايناميك فيديو شغال فيديو شغال مش عايزين فضايح هايبر في ها مش مهم ممكن افتح انا بس عايزه اوريكم كل الطرق يعني يا اما من هنا وتقول له ايه فيرت مانجمنت دوت ام اس سي مايكروسوفت مانجمنت كونسول مانجمنت كتبتها غلط ولا ايه ام جي ام تي فضحته ده
20 حقنة 20 حقنة. الله يشيله كان ناقصه حقنة واحدة بس. لو الدنيا شغالة معايا دلوقتي تمام هيصير لي هنا اسم المكنة بتاعتي. اهي لو في اي مشاكل اسم المكنة دي ما بيصيرش تمام. كليك يمين نيو فيرتشوال ماشين. قلنا تاني بس همشي نيكستين ثلاثة كده بس عشان اتاكد فعلا ان المكنة بتتكريت واقف. نيكست نيكست عمال يشتغل اهو نيكست عادي. ها حد وقع مني كده في حاجه؟ اوكي كنسل. لسه برضو ما اخدتش ازاي ان انا امانشها عن طريق البوست الرئيسي بتاعي، بس هوقف ده بقى وهنعمل الكلام ده مع المكنه اللي هي 2 و 0. هوقف ده ومش هبقى حوار 2 و 0 تمام عشان يبقى الفيديو لوحده.